ابني مخروم يا باشا. يعني ايه؟ يعني لازم يتلحم يا باشا. يتلحم فين؟ عند ايه بتاع كاوتش. انتوا فاكرين نفسكم ماشيين في طريق مارينا؟ حلاق بتاع كاوتش هنا؟ وبعدين قاعدين تكلموا في التليفون لغايه الشحن ما خلص. كنا كلمنا ابو حسين يبعت لنا حد يشوف لنا حل في البلوه اللي احنا فيها دي. يعني ايه يا باشا؟ هنفضل واقفين هنا لحد امتى؟ انا مش ناقصك عذاب. لو سمحت لي يا باشا اخدها جري انا عبد الجليل، نرجع لابو حسين نقول له يبعت لنا عربيه تانية. جري ايه؟ هتجري 50 كيلو؟ طب يا باشا ابو حسين بينط 5 متر، انا بقول ياخدها نط لحد ما يوصل لابو حسين. ولا مش وقت يخف الدم خالص على فكره. يا باشا مفيش اي عربيات لحد من هنا خالص؟ احنا من ساعه ما مسكنا الطريق مفيش ولا عربيه عدت قدامنا. يعني احنا هنعمل ايه في البلوه السودا دي؟ صرح مسؤولون من المقاومة اللبنانية أن حزب الله على استعداد أن يسلم الأسرى الإسرائيليين الثمانية التي تطالب بهم إسرائيل، على أن تقوم إسرائيل بدورها بتسليم 500 أسير لبناني وفلسطيني معتقلين في السجون الإسرائيلية. وتشير التكهنات بأن إسرائيل سترضخ لشروط حزب الله. والدبلوماسية المصرية تسعى بين الجانبين لنزع فتيل الحرب وإنهاء الأزمة بشكل سلمي. عبد الجليل كلم امه وزاهر كمان وطمنوهم، والشيخ حسن كلم الشيخ عبد الله. واضح ان هم عدوا مرحله الخطر وبقوا في امان يا فندم. صوتهم في التليفون كان فيه تفاؤل. واضح كمان ان هم معاهم فلوس كتير وبيأكدوا ان هم راجعين مصر بكره. وبقيه المجموعه مفيش اي اخبار عنهم؟ لا والله يا فندم مفيش اي اخبار. موضوع غريب قوي يا احمد. من نص ساعه حزب الله وافق يسلم الأسرى. إسرائيل هتفرج عن 500 من المعتقلين في السجون. أمال ناجي عطا الله والمجموعة اللي معاه لو متفائلين وفي أمان زي أنت ما قلت لي، أنا مش عارف حزب الله هيسلم مين للإسرائيليين؟ والله يا فندم الموضوع بقى فيه غموض شديد. أنا ما بقتش فاهم حاجة. خدوا الفلوس بقى ايه كلها وسيبونا عيش، سيبونا عيش بقى. زاهر 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 اصحى بابا، اصحى حبيبي، اصحى اصحى. اهدى 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 اهدى. روشتنا ما يخرب بيتك. حلم حلم فظيع ناجي باشا. انا يظهر نمت وانا قاعد. اهدى كده وصلى على النبي. احكي لي كده وفضفض شفت ايه؟ حاكم انا يا باشا ليا في تفسير الاحلام شويه يعني. وده وقت تفسير احلام برضه يا شيخ حسن. النهارده احنا 29 منه ودول 10 الاواخر، وال10 الاواخر دول ايام مفترجه، يعني اي حلم فيهم بيتحقق. يتحقق ازاي يا شيخ حسن؟ عاجبك اديك رعبته اكتر ما هو مرعوب. ايه ده؟ ايه؟ احكي لي شفت ايه؟ حلمت الناس لابسين ابيض في اسود داخلين علينا. نازلين من عربيه 4 باي 4 كحل ميتاليك. 4 باي 4 كحل ميتاليك. بعدين راحوا ماسكين الالي وراحوا نازلين في ضربة بالنار، ضربة بالنار، ضربة بالنار. الله أكبر، الله أكبر. ضرب نار يا باشا في الحلم يعني نصرة، والله ربنا هيفتحها علينا وهيفرجها. طب أنا حلمت إن أنا باكل بقلاوة يا شيخ حسن، ده حلم وحش ولا كويس؟ لا ده خير وجاي لك يا باشا ومن واسع كمان. هو كل الأحلام حلوة كده، مفيش حلم وحش أبداً. لا ده فار، فار عدى من تحت يا باشا. ده رزق وجاي لك. Thank you.
الشمس غابت والمغرب وجب، الظاهر علينا هنفطر هنا. عموما انا عامل حسابي ومحضر كام وجبه ده مع شويه تمر، قلت يمكن نفطر في الطريق. لقيت فيها الظاهر كمان احنا السحر في الطريق يا شو حسن. عبد الجليل كلمني وقال لي انه جاي افتح حاجه ساعه للحاره دي كلها حتى الخروب والبرتقان خلص عليهم. الف مبروك يا حاجه، ربنا يجيبه بالسلامه. يا سلام يا اخويا، اهو جاي عشان كل واحد يحط لسانه في حنكه. يا حاره تحب اللت والعجل، اخصيه عليكوا اخصيه، واللي له قش عندنا هياخدوا على الجزمة القديمة. ليه كده بس يا حاجة؟ ده احنا اهل، هو حد يقدر يقول نص كلمة على عبد الجليل؟ ده زينة شباب المنطقة. شوف ازاي، شوف ازاي يا اخويا، دلوقتي اجري واه، اجري هات لي حجر معس القص. وعندك حجر قص وصايه للست الحاجة ام عبد الجليل. مساء الفل يا حاجة. لا هي لا تمسك ولا تربحك، اجري. كيف وصلوا يا حسان؟ الشباب تركوا من الصبح؟ حكيتهم تليفوناتهم مسكرة، خايفين يكون صار معهم شيء أو تاهوا بالطريق. طيب رح أبعت سيارة وراهم. ما راح يا أبو عبد الله ومعهم كل هالمصاري، كان لازم نحن نوصلهم بنفسنا. خد سيارة روح وراهم، لازم يغادروا لبنان الليلة بأي ثمن. يا عم ابراهيم كفايه بقى الدخان عمانة. لازم النار تفضل عاليه عشان الديابه ما تجيش علينا. ديابه؟ هو في هنا ديابه؟ ديابه بس، ده في بلاوي. طب انا مستنيكم بقى في العربيه.